الكل بأن يكون المجلس الرئاسي قادر على إحداث تغييرات كبيرة وتسر الشارع اليمني وتلامس الهم الأكبر لديه، وهو بالإضافة إلى وزارة الدفاع كان هناك إصدار تغيير وزارة الداخلية وما هو مرتبط بوزارة المالية وكذلك الخارجية والاتصالات التي هما يشكلان العائق الكبير في مرحلة مضت والمرحلة القادمة، سواء ما يمس الشعب من الجانب الاقتصادي أو الجانب العسكري وكذلك جوانب الاتصالات وملفات الكهرباء التي هي نخرت فيها الفساد وسببت كوارث كثيرة للشعب اليمني، ونتجمت على بالذات وزارة الاتصالات التي هذه الوزارة تحمل فساد كثير سبع سنوات وكانت مسببة لكثير من العمليات الاغتيال بس تحمل سقوط عدد من الجبهات بسبب سيطرة الحوثيين وتقاسم الموارد بينهم وبين فاسدين في الشرعية.